يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه اتحاد الكيك بوكسنج بيكون دايما حريص على توفير كافه المتطلبات المطلوبه للاستعدادات المختلفه للمنتخب لتاهيل اللعيبه لكل البطولات سواء كانت القاريه او الدوليه، وده اللي هنتكلم فيه وبالتفصيل مع كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الورد، انا اللي سعيد والله ان انا معاك. منورنا والله، اهلا. بونجور يا كابتن، ده يعني ده بيتك. احنا طبعا على مدار سنوات ماضيه كتير جدا كان لينا لقاءات متعدده، وكل حلقه بيبقى فيه جديد في هذا الملف. طبعا يمكن النهارده هبدا بقى بالتعاون مع أذربيجان. وليه التعاون مع أذربيجان تحديدا؟ يعني ايه واهميه ده كمان لمصر؟ خلينا نقولها بهذا الشكل، هذا البروتوكول في التعاون. لو انا ربطت الحلقه دي باخر حلقه كنا فيها مع بعض، أذربيجان كتير، أذربيجان أذربيجان أذربيجان. لو ربطنا الامور ببعض، اخر حلقه كنا مع بعض وكنا بنتكلم ازاي اللعبه انتشرت جوه مصر. بالظبط، ده كان نتيجته ازاي نعمل نتائج. نتيجته ان احنا اول عربيه، نتيجته ان احنا اول افريقيا. حاليا الاول عربيا وافريقيا. واول افريقيا. هايل. اول افريقيا، افريقيا بتاهل ست لاعبين الورلد كومباكت جيمز، اهلنا منهم ثلاثه في نفس البطوله. الناس مش متخيله ازاي مصر الدوله اللي هي المفروض ككيك بوكسنج فيها مش بقاله فتره طويله ازاي يجي. يعني عايز اقول لك كان من اقوى المنتخبات العربيه الموجوده منتخب المغرب، قابلناهم اول اربع لقاءات بينا وبينهم كسبنا الاربع لقاءات. الامر بالنسبه للناس مردوده كبير، مصر بتفوز، مصر المركز الاول في افريقيا. ده خلى انظار العالم اللي بيجهز برضو للبطولات العالميه الجايه، بيجهز ان احنا لعبتنا ان شاء الله 2028 في الاولمبياد، بيفكروا هنلاعب مين. دي هتبقى المشاركه الاولمبيه الاولى للرياضه دي، لرياضه الكيك بوكسنج ان شاء الله. المنتخب الاذربيجاني من اقوى المنتخبات اللي موجوده في اسيا. رئيس الاتحاد الاذربيجاني، كل الرياضات القتاليه في الحته دي من العالم محصوره. حقيقة الدوله نفسها مهتمه قوي بالرياضه دي. نائب رئيس البرلمان الاذربيجاني هو رئيس الاتحاد الاذربيجاني. هم بيفكروا ان هم يتسيدوا العالم في اللعبه دي، فبيدوروا مين المنتخبات القويه اللي ممكن تنافسهم، فخدوا اختاروا مصر كاقوى افريقيه. بس جولنا بعناصر، هي عناصر المنتخب القومي بتاعهم الاول عناصر قويه جدا، يعني كلهم مصنفين عالميا. احنا ما خدناش الخطوه دي لسه، احنا لحد دلوقتي احنا عربيا احنا افريقيا، لكن عالميا بنرتب نفسنا، بنرتب اوراقنا كويس قبل ما نطلع الخطوه دي. حطوا عينيهم علينا وجايين يلعبونا، وفي حساباتهم ان هم يعني هيبقى ماتش سهل. لكني لو حضرتك اللي تابع اللقاء كان موضوع صعب قوي، مباراه لينا مباراه ليهم، مباراه ليهم مباراه لينا، منافسة. الله، طب ده احنا كده ما نقلش عنهم عالمية بقى. عالمية ما نقلش، ولكن التجهيز، حضرتك قلت ان احنا بنجهز بافضل صورة، احنا بنجهز بافضل صورة طبقا للمتاح. اللي بيخلينا نحقق افضل نتائج. المتاح كافي. بص حضرتك، لما تكون شاطر في مجالك، واحنا بندعي ده عشان احنا كلنا اولاد اللعبة، تعرف بأقل امكانيات تعمل اكبر نتائج. لو انا قلنا ان في ملف المصري ان اللعبة انتشرت في مصر بشكل كبير، فبقينا المنافسه في مصر في منافسات متعدده نطلع منها افضل عناصر. طبعا. الامانه في الانتقاء العناصر الافضل لتمثيل المنتخبات القوميه، وجودهم واعدادهم الاعداد الصحيح او الاعداد المناسب لامكانياتهم، ده البدايه للتوفيق جوه البطوله. لان انت ممكن يبقى لاعب فنيا عالي لكن نفسيا ناقصه حاجات. ممكن يبقى هو مقاتل لكن فنيا ناقصه حاجات. لما نكمل ده، لما نختار صح، لما نختار افضل العناصر، كانت نتيجته هو التوفيق في البطوله العربيه الصعبه الصعبه، في البطوله الافريقيه اللي رئيس الاتحاد الدولي بقى مبهور. يعني كان موجود وكان حاضر البطوله، مبهور بايه ده المنتخب المصري، ازاي وصل في ايفنت انه يؤهل للعدد ده، ازاي يفوز بالمباريات دي. عايز اقول لحضرتك ان اليوم الاول للبطوله المنافسين، مش هسميهم يعني، كنا بنركب مع بعض باص واحد، اللي هو الفريق الاقوى في افريقيا اللي قبل كده، اللي كان البطل اللي قبل كده، بنركب مع بعض باص. اول يوم بنرقص مع بعض، ثاني يوم بنسلم على بعض، ثالث يوم ما بنكلمش بعض، رابع يوم اتصالحنا في الاخر. تحريم بعض ضرب. اتصالحنا في الاخر، الناس خلاص ايقنت ان في منتخب اسمه المنتخب القومي المصري للكيك بوكسنج، بياخدوا خطوات بقوه. الناس دي بتفكر في العالميه. احنا مسافرين ان شاء الله كبحر متوسط، اول بطوله بحر متوسط لينا. انا يعني عندي امل كبير قوي، لو تبقى نقطه حوار، ان منتخبنا اللي رايح، احنا هنسافر لاول مره بالبراعم، سوري، بالناشئين وبالشباب وبالعموم، بمراحل الصغيرين. عندي ولاد وبنات، ولاد وبنات، بنات اهم حاجه، قواعد حد انا برضو بقول انا يعني عارف عارف النقطه دي. اعداد اختيار جيد، اعداد جيد ان شاء الله نتائج جيده. فكر
للمستقبل. اذا كنا قلنا انتشرنا جيدا بنحاول نحقق على المستوى اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي نتائج جيده، الخطوه الجايه افضل. فاكر انا كنت وعدتك ووعدنا كل المصريين ان 2028 اكبر ميداليات اولمبيه، اكتر ميداليات اولمبيه من وسطينا ان شاء الله، من وسطينا. احنا هناخد الوعد ده لغايه 28. كنت بقى في قناه الاهلي، كنت في ابو ظبي، كنت في امريكا، هسالك. اه طبعا. بجد. بصي عايز اقول لحضرتك، كنت قاعد في مؤتمر قريب مع رئيس الاتحاد الدولي وبيتكلم فيه ان في فرق بين الحلم والتخطيط يعني لو انا مجرد اللي انا بقوله دوت مجرد كلام هيبقى حلم، مجرد حلم. هو الحلم بيبقى حقيقه بالتخطيط الصح وبالسعي وكل حاجه. التخطيط الصحيح وتنفيذ وعمل واقعي عشان توصل لده في يوم من الايام توصل له. خلاص. هو يعني هي دي الطريقه. ده وعد منك كابتن محمد طبعا ان شاء الله، ومش وعد عشان يثقل على حضرتك المسؤوليه، بس وعد علشان احنا نفسنا فعلا ان شاء الله. انا عارفه ان احنا مش هنشارك الكيك بوكسنج مش في باريس 2024، ان شاء الله هيكون موجود في امريكا 2028. فنتمنى ان الوعد ده فعلا يكون حقيقه، وفعلا المنتخب المصري يقدر يحصل على ميداليات ذهبيه، لان احنا نستحق ذلك، ولان بصراحه انتوا عاملين شغل حلو. يعني النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها بتقول انا عندي افضل الاختيارات، بس عشان الناس برضو وانا وكريم يبقى الصوره واضحه لنا بشكل سليم، افضل الاختيارات دي بتبقى وفقا لانهي معايير بيتم الاختيار على اساسها؟ حطينا معايير واضحه لكل اللاعبين في مصر. شكوى اللاعبين ولادنا في الالعاب الفرديه ان احنا ما بناخدش حقنا، ان احنا بعض اللاعبين بيفكروا بالطريقه دي. فلما تحط لهم معايير واضحه ازاي تبقى لاعب منتخب قومي، وازاي جوه المنتخب القومي توصل انك تمثل مصر، وازاي نحافظ عليك عشان نكمل، لو ده واضح بالنسبه له فبيبقى هدف يمشي عليه الولد من هو صغير. والاختبارات اللي في الاول طبعا اللي بيتم التقييم على اساسها والانضمام من عدمه. لا احنا عملنا طرق مختلفه للوصول لجوه تجارب المنتخب القومي. رقم واحد عملنا بطوله الجمهوريه للانديه، انديه مصر كلها بيتنافسوا في منافسه واحده، البطل اللي فيها بيخش المنتخب القومي. هي الكيك بوكسنج موجوده في كل الانديه المصريه او في جزء كبير منها؟ في معظم الانديه المصريه. تمام. واحد. اثنين، عملنا بطوله الجمهوريه المناطق، بنعمل تصفيات في كل منطقه، المنطقه الاوائل اللي فيها بيلعبوا بعض عشان يطلع اول مصر اللي بيبقى بيخش جوه المنتخب القومي. أوكي. عملنا قطاعات، بطوله اسمها بطوله القطاعات، مجموعه محافظات الاوائل فيهم بيخشوا جوه المنتخب القومي. الولاد دول اللي بيخشوا جوه المنتخب القومي جواهم بنعمل تصفيات. في نقطه اخيره بس عايز اوضحها لحضرتك وكل اولياء الامور اللي بيمارسوا الكيك بوكسنج في مصر دلوقتي، احنا عملنا نظام مسابقات محلي مختلف عن الدولي يساعدنا في تاهيل افضل العناصر. مختلف في ايه؟ هقول لحضرتك. احنا الاتحاد الدولي في نظامه بيعمل المراحل السنيه 3 سنين 3 سنين، احنا قسمناها سنه سنه. ده بيدينا تكافؤ فرص اكتر، بيخلينا نحافظ على المنتخبات الولاد اللي طالعين. سنه سنه بمعنى ان المنافسه هتكون محصوره مثلا بين مواليد 2007 او 2000 وكذا، صح كده؟ فكده بيطلع لي بطل 2007، بطل 2008، بطل 2009. بلاعب الثلاث ابطال دول انا حافظت على البطل الكويس الصغير في السن ان هو بطل جمهوريه. وعارف ان هو بطل جمهوريه ولكنه بيلاعب سن اعلى منه. أوكي. طب منتخب العموم عملنا فيه ايه؟ احنا العموم في بطوله العالم بنلعب من اول 2004، لا عملنا مرحله عموم الف وعموم ب اللي هم الولاد ال 19 سنه. اوكي. ال 20 سنه، ال 18 سنه، السن ده خايفين عليه لانه ممكن من اول مباراه يلعب البطل القوي اللي عندي. فبعمل له لوحده منتخب يجهز يلعب المنتخب الاول. الامور الفنيه دي بتساعدنا ان الولاد انتقاء صحيح مع تجارب فيها عداله، بيبقى الولد عارف الطريق ازاي، عارف يوصل ازاي، مش محتاج واسطه عشان يوصل، هو عارف طريقه ازاي. انا عشان اكسب يعني لما بيجي حد يكلمني على اللعبه انا بقول له انا بتكلم عن اللاعبين مش بلساني، بتفرج عليهم جوه الايفنت. جوه الايفنت، ما هو احنا عندنا ابطال كتير الحمد لله في الفتره اللي فاتت. جوه الايفنت، جوه المباراه بيتحدد مين البطل. دايما ولادنا بيقولوا البطل بدراعه. الولادنا بقى في بينهم اشاعه اللي هيعيش هيكمل، يعني البطل حقيقي هو اللي هيكمل مش باي طريقه ثانيه. يبقى اللي بيمثل مصر هو الافضل. اثنين، بتحاول تجهزه التجهيز المناسب. يعني احنا بنلعب منتخب لف العالم قبل ما يجي يلعبنا، واحنا بنلعبه طبقا لامكانياتنا المتاحه واللي احنا راضيين بيها واللي بنشتغل من خلالها، وهنعمل احسن او هنعمل احسن من كده كمان ان شاء الله. بنقدر نجهزهم التجهيز الجيد اللي بيخليهم يوقفوا في المنافسه رجاله. الاساس ده فين؟ ان اصلا شعبنا المصري ده شعب رجاله، شعب اصلا مقاتلين، بيطلع لنا منه ولاد جواهر. بس مين اللي حافظ على الجواهر دي؟ عندك موروث بقى بعيدا عن دنيا الرياضه، عندك موروث سينمائي تحديدا حبب
مصريين كتير جدا في كل اشكال الرياضات القتاليه، من اول افلام بقى بروسلي وجاكي شان والى اخره. يعني مش بتكلم على نمط معين من الرياضه، انا بتكلم على الرياضات القتاليه بشكل عام. وعلى ذكر الجمله حضرتك قلتها للي هيكمل هيعيش، في كتير من الاهالي ممكن يبقوا حابين ان ولادهم يمارسوا الرياضه دي لكن هيبقوا قلقانين وخايفين، وخصوصا اللي مش عارف، اللي ما مارسهاش قبل كده، اللي مش عارف نظامها ايه، ممكن يخاف على ابنه او بنته من ضربه هنا، خبطه هنا، تعويره هنا، يعني فاهم. يبقى لازم توضيح. فبتتعاملوا ازاي بقى في النقطه دي مع الاهالي اللي جايبين لكم ولاد صغيرين وبنات صغيرين وعايزينهم يمارسوا الرياضه دي؟ لازم توضيح لكل المشاهدين، الكيك بوكسنج مش قتال. يعني الكيك بوكسنج ليه سبع اشكال، سبع انواع، سبع اساليب قتال. في منهم الاكثر قوه اللي هو فيه عنف كامل، اللي فيه باور كامل، اللي بنسميه اساليب الرينج. في اساليب التاتامي ستايل، لايت كونتاكت بوينت فاي، يعني اوكي، يا دوب لمسه، يعني لمسه، يعني بوم بسجلت البوينت، اتحسب بوينت، مش محتاج القوه الكامله. في منه نوع اقرب للجمباز اللي هو الميوزيكال فورمز، الالعاب القتاليه استعراضي بقى، بشكل استعراضي. أوكي. يبقى انا بحط ابني في اللي مناسب ليه، واحنا كمتخصصين بنشوف الولد ده ينفع الطريق يكمل فيه لحد فين، بالتفاعل بين المدرب، ولي الامر، اللاعب، الاداره. اوكي. بالتفاعل ده نقدر نوصل الولد هو دوت اصلا ينفع فين، اللي هو علم كبير قوي اسمه علم الانتقاء الرياضي. الولد ده يكمل لحد فين. والبنت هل برضه لها نفس الاختيارات؟ انا وانا اقصد الولد، اقصد ولد وبنت. يعني اقصد البنات لهم الاحقيه برضه ان هم يلعبوا اعنف حاجه موجوده. طبعا احنا عندنا فندم مجلس ادارتنا فيه بنتين، كمجلس اداره الاتحاد ادارتنا فيها بنات، ولادنا البنات اعدادهم بتزيد بشكل كبير قوي. لا لا، وانت تقصد ان كانت متخيله ممكن يبقى البنات مثلا مشاركاتهم اللي هي في الشق الاستعراضي اكتر من الكومباكت الحقيقي؟ لا، القتالي اكتر، القتالي اكتر. والله كنت متاكده. يا باشا البنات بيحبوا الضرب اصلا. دي حاجه تخوف يا فندم اللي حضرتك بتقول عليه. لا خالص، والله حاجه تخوف. لا، تعال نقول ان لكل مقام مقال. صحيح. حضرتك في وقت المنافسه مقاتل، والبنوته الحلوه في بيتها بنوته، واذا ما حافظتش على الاثنين دول يبقى في حاجه غلط جوه النفسيه. لكن لكل مقام مقال. هي دلوقتي بتخانق، ده موضوع تاني. هي فارس، هي فارس، هي مقاتل. مش بقول لحضرتك حاجه تخوف. لا لا. لسه بقول لحضرتك حاجه تخوف. لا، هو كبنت او كراجل حضرتك مستر كريم، لما حد يجي يعني يبقى ضدك في موقف، ما احنا الهاديين دول، احنا المقاتلين، احنا المحاربين، احنا جيوش مصر، احنا ولادنا شبابنا دول هم لما بيبقى في اي حاجه هم دول الصف الاول اللي بيلعبوا كوره وبيعملوا دوشه، والولاد الشباب اللي احنا بنقول لا مش 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 احسن حاجه، لما بيبقى في موقف مصر ام الدنيا. حضرتك بتفتكري احنا بنقعد مع اي حد، ناس بتقابلنا في اي بلد، مصر ام الدنيا، الفراعنه، الابطال. العرب بيبصوا لنا كده، اهلنا بيبصوا لنا كده، مش كلام انا بقوله في ميديا. العالم العربي بيبصوا لنا احنا مصر. ممكن في ولادنا في وقت من الاوقات بتشوفهم بيلعبوا، لكن ده مش معناه ان هم على طول الخط كده. لما الظروف بتحتاجهم ابطال. ولادنا دول وبناتنا دول شوفيهم بنات، لكن ساعه البطوله ابطال. انا عندي بنتين واهلين يقولوا لي كومباكت جيمز، البنوته بنوته، لكن ساعه القتال مقاتل. عايز اقول لحضرتك الهدف واحد، انا بلعب باسم بلدي، انا عايز افوز. ما هو ده، ما هو دي النقطه، لان كان في افكار او ثقافه مغلوطه في الاول، يعني ان البنات لما بيلعبوا العاب قوه او العاب قتاليه يبقى ده كده انت بتغير من الطبيعه بتاعتها، which is طبعا الكلام ده غير سليم تماما. يعني والثقافه ابتدت تتغير ويتقبلها المجتمع كمان بشكل. هو الرياضه يعني تطوير عناصر اللياقه البدنيه، قوه، سرعه، مرونه، رشاقه، توازن، يخليك بنوته حلو، يخليك راجل جسمك كويس، صحيح. بيساعد عقلك انه يبقى افضل، بيساعد نفسيتك تبقى افضل. الانسان ده، الانسان المتميز ده، هو متميز في كل حاجه. احنا بنقول لاولادنا انت متميز، متميز في دراستك، انت متميز، متميز في مش في الرياضه بس، في كل حاجه. الناجح بيبقى ناجح في كل المجالات، مفيش حد ناجح في مجالين في حياته وفاشل في حاجه. الناجح ناجح هو في البطل، كل بطل في اي مجال هيخشه، ولكن احنا اخترنا الطريق ده مع بعض ان هو ده يبقى طريقنا. بس اكيد حضرتك لامس برضو فكره ان النقطه كنت بتتكلم فيها نهاوند من شويه، فكره تغيير الثقافه المجتمعيه دي. يعني هل بتتعرض لناس شايفين ان مثلا رياضه زي الكيك بوكسنج لا دي مش رياضه بنات؟ عارف كان في زمان العاب معينه يقول لك لا دي مش بتاعه بنات. لا، قد يكون جهلا لبعض الناس فاهمه. تعال نقول ان الرياضه فيها اشكال كتير جوه الكيك بوكسنج. فانا ولي امر رايح النادي، ابني لو بيخاف شويه عايز يدافع، عايز يقدر يدافع عن نفسه يلاقي. لا، ابني بيحب المرونه والرشاقه،
يلاقي جوه بيحب الموسيقى وبيحب بيحب الشكل العام يلاقي احنا بقى احنا بناخد الطاقات دي نوجهها صح. يعني مدربينا ككيك بوكسنج بيقدروا يتبنوا الطاقات المختلفة ويوجهوها في الخط اللي ينفع يوصلوا له، سواء هو أكثر قدرة على القتال أو بيحب الاستعراض أكتر أو بيحب القتال بس ما بيحبش يبقى فيه يعني احتكاك مباشر. أوكي. فبنعلمه طبقا للخط اللي هو بيختاره. مش معنى البطل عندي أنه حد مكشر وليه عضلات، لا، البطولة الأمر اختلف. اتفرج حضرتك على صور أبطال العالم بتوعنا في الكيك بوكسنج، بنات حلوين، ما احنا لسه عارضين الصور اصلا، بنات حلوين شباب جمال. طب جوه الحلقه النموذج اللي بيتشاف في الافلام العربي بتاعت زمان ان هو حد عامل كده ده خلص. لا، بطل بطل هو العضله بتاعته مش لازم تبقى قد كده، العضله بتاعته بالامتداد المناسب بالطول المناسب بتحقق لي السرعه المناسبه، بتحقق لي القوه المناسبه، بتحقق لي الرشاقه المناسبه، بتحقق لي كل العناصر اللي انا محتاجها في البطل. البطل البطل لاي رياضه الامر صورته اختلفت، صورته اختلفت. طب بناتنا في الرياضه مش محتاجه تبقى بنات وطلع لها في وشها عضلات دي تبقى جديده دي او بسكسوكه بس تبقى لا لا لا. يعني انا بتمنى كل بنت مصريه بتحب الرياضه هتلعب رياضه كمان تقدر تدافع عن نفسها في رياضه. انا كنت بلعب كاراتيه وانا صغيره. الكيك بوكسنج مش بعيد عن الكاراتيه، الكيك بوكسنج مش بعيد عن كل الالعاب النزاليه، هو خليط لكل الالعاب النزاليه. كنت بضرب كل المدرسه والله العظيم. المهم بس كلمة يعني بص والله العظيم وانا صغيره بتكلم ربنا ان هي ما كملتش. بقول لك على حاجه، انا سعيد جدا ان هي ما كملتش. لما تبقى في كي جي 2 بيجي لك استدعاء ولي امر كل تقريبا شهر عشان كنت بضرب صحابي. ينفع كده ولو مامتي تتفرج؟ بتاخدوا زميل الهواد بتوجهوا الطاقه اللي جواها دي بشكل احترافي زي كل البنوته الصغيره والولد الصغير في السن الصغير ده عنده طاقه طبعًا اتوجهت طبعًا صح طبعًا اتوجهت صح طبعًا واتحط الباور ده في مكان صح بقى بطل. وعلى فكره برضو بيتهيألي لو حد مثلا عنده ابن صغير او بنت صغيره ولعبوا لفتره، هنقول ان هم مقررين من الاول ان هم مش هيكملوا في الرياضه دي، هيلعبوا فيها الفتره، الفتره دي كفيله بان هي تغير حاجات في الشخصيه طبعًا بقى كمان، مش كده برضو يبقى اكثر جراه يعني ثقة. قلب اجمد، انا بدور على الكلمه، يبقى حد يجمد قلب ابنه. تعالى بنقول بتخلق التوازن، الرياضه بتخلق التوازن، الرياضه النزاليه الكيك بوكسنج بتخلق التوازن. يعني لو انا ضعيف بتخليني اقوى اعرف ادافع، ولو انا قوي قوي تخليني مش مفتري لاني مهما كنت قوي هلاقي اقوى مني، مهما كانت ضربتي جامده هلاقي اجمد مني، هلاقي حد اقدم مني. بس الشخص مثلا او الطفل الانهزامي بطبعه لا اكيد شخصيته هتتعدل كتير. ولو قلت لحضرتك الشخص الخجول زياده او يعني في صفات كده اعتقد النوع ده تحديدا من الرياضات كفيل بانه يغيرها في الشخص. الرياضه علاج، الرياضه زي ما قلنا قوه، والرياضه بطوله، والرياضه علاج. الرياضه تقويم للسلوك. حضرتك انا لو حد بيخاف زي ما حضرتك بتقول لا يبقى افضل. لو حد عنده مرض زي الامراض اللي هي بتاعه الولاد اللي هي الانعزال، لا، الرياضه بتخليه اجتماعيا اكتر. الرياضه بتخلي الانسان اكتر اسوياء اكتر، بيخلي الولد فيها ثقه بالنفس. اعطاء الثقه بالنفس ده بعد كده بينتج كل حاجه كويسه، كل شيء بوزيتيف. يعني بتكمل اللي ناقص، ولو حاجه زايده عنفه زايد بتقلله لانه طاقته بتخرج هنا. حته الثقه بالنفس اللي بتتكلم عنها نهاوند بتبقى واضحه قوي في ابطال الرياضات القتاليه المختلفه، يعني على كل انواعها بتلاقي عندهم كميات وافره من الثقه بالنفس، وفي نفس الوقت في سماحه وفي صبر وفي ثبات انفعالي، بيبقوا اهدى من غيرهم. بالظبط، يعني ده, ده 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 دي مفهوم او دي نقطه مهمه جدا، لان بعض الناس فاكره الابطال بتوع الالعاب القوه دول اكثر عنفا وعصبيه وغيره. ده العكس هو اللي صحيح، يعني دول بي عندهم صبر اكتر بكتير. يعني اوضح لحضرتك، وانت ماشيه بعربيه وانت ماشي بعربيتك ممكن تلاقي حد خبطك. اللي زينا هو عارف ان انا عارف ان اقدر اضربك، هضربك ليه؟ ما هو انا بيبقى في جوايا عايز اثبت لزوجتي للي حواليا ان انا قوي، اعرف ادافع عن نفسي. غريزه عند البشر، غريزه عند الانسان بشكل عام. لما اكون انا وصلت اللي انا واثق ان انا اقدر في اي موقف اواجهه، خلاص الامر مش محتاج اواجهه. لا انا ممكن طبعا. صباح الخير. طبعا. يا عمي معلش علينا، احنا اللي غلطانين. نعمل محضر اسهل. احساسي انا بعمل محضر على طول والله. احساسي ان انا ضايع حقي هو اللي بيخليني ادور عليه، احساسي بالضعف هو اللي بيخليني ادور على القوه. لا والبقى. ليه لما بص هو ده مش موضوعنا، انا اخش فيه ليه؟ خلاص. تعالى نقول في النهايه يعني ان الرياضه النوع ده من الاحتكاكات حتى بيننا وبين بعض كمواطنين بتحصل حتى في السواقه يوميا. طبعا في مشاكل ومناوشات شبه يوميه في كل شارع من الشوارع، يعني ده بيحصل كتير. والحاجات اللي فعلا بنلاحظها زي ما حضرتك بتقول كده، بتلاقي الشخص الاقوى
هو يقولك الله يسامحك، هو ينزل يقولك الله يسامحك الا لو اضطرك، الا لو اضطرك اللي قدامك بقى ساعتها بيبقى ما باليد حيله والله. بس يكفي كرياضه نزاليه بقى انا املك القدره ان اعرف ادافع عن نفسي، مش انا جوايا ضعيف فبحاول اثبت قوه، ده الامر بالنسبه لي. ارجع للمنتخبات القوميه المصريه، احنا هنرجع بس بسرعه بقى لان احنا لازم نطلع فاصل. فاصل ولا هنخلص؟ لا لا يعني لا حضرتك يعني احنا لسه يعني هنكمل الوقت المتاح للفقره دي بيمشيك يعني على الانتهاء للاسف. احنا ككيك بوكسنج اللعبه الحمد لله انتشرت بشكل كبير، احنا ككيك بوكسنج نتائجنا الحمد لله كل يوم حقيقة. افضل كان السؤال الاول ليه لقاء اذربيجان وايه فوائده لينا؟ لقاء اذربيجان لان هم بحثوا عن الاقوى افريقيا لقوا مصر. اللقاء ده ايه نتائجه؟ ايه فكره بالنسبه لنا؟ انه حطينا لرؤيه عالميه موجوده، احنا حطينا اتحطينا في منافسه مع ابطال عالميين موجودين في الساحه، عرفنا احنا فين، احنا قابلنا كم بطل عالمي موجود بالفعل، كان عندنا الفكره اللي جايه احنا اول عرب اول افريقيا هنعمل ايه في بطوله العالم؟ الناس بتجهز، الناس بتصرف كتير عشان التجهيز، هنعمل ايه؟ ادانا مؤشر للي جاي اللي هو قريب ان شاء الله نقوله في الجزء الثاني من الفقره. لا بجد كابتن محمد والله يعني ابتديت الكلام ده او قلت ابتديت الفقره بكلامي ده وهنهيه. لقاءات حضرتك كل فترة معنا بيبقى فيها جديد في هذا الملف وهذه الرياضة تحديدا، وجديد حلو وجديد إيجابي، فبالتوفيق إن شاء الله ونتمنى الأفضل ليكم، ونتمنى لو في أي مشكلة الاتحاد بيواجهها أن برضو يتم حلها والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، يكون في سبونسرز أكتر، لأن أنتوا إن شاء الله لازم تجهزوا نفسكم من دلوقتي لأمريكا أولمبياد أمريكا 2028. النقطة دي احنا الدكتور اشرف انت عارفه احنا قعدنا سنين طويله نفسنا نعمل اتحاد، فالدكتور اشرف بيعتبرنا ولاده يعني لعبه تأسس معاه، هو كان سبب في تاسيسه، قوه قراره كان سبب في تاسيسه، فاحنا لينا حب ليه ما بينتهيش كدكتور اشرف صبحي. اما موضوع 2028 والتجهيز ده عايز حكايه لوحده ان شاء الله. لا يبقى نعملها فقره ان شاء الله نحكي فيها ان شاء الله لما تنورنا باذن الله عن قريب. بنشكرك على وجودك معنا النهارده، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى لاخر فقراتنا، خليكم معانا.